50 languages. اثنان وستون. Asking questions. 1. طرح الأسئلة. 1. طرح الأسئلة. 1. To learn. يتعلم. يدرس. يذاكر. يتعلم. يدرس. يذاكر. Do the students learn a lot? هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ No, they learn a little. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. To ask. يسأل. يسأل. Do you often ask the teacher questions? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ No, I don't ask him questions often. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. To reply. يجيب. يجيب. Please reply. أجب من فضلك. أجب من فضلك. I reply. أنا أجيب. أنا أجيب. To work. يشتغل. يشتغل. Is he working right now? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Yes, he is working right now. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. To come. يأتي. يأتي. Are you coming? هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Yes, we are coming soon. نعم, سنأتي حالا. نعم, سنأتي حالا. To live. يسكن. يسكن. Do you live in Berlin? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟